السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. فيديو جديد ودرس جديد. بغيت نشارك معكم هذه البيجامه اللي خيطتها بالطونتيل وبلي هاد البابيون اللي كيجيو زوينين وخفيفين في اللبسه ديالهم وحتى في الخدمه ديالهم اللي بواحد الطريقه اللي هي سهله. تبعوا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخر، وان شاء الله تقدروا تفهموا الطريقه. شكرا لكم على المتابعه. كنشكر اي وحده كتخلي لي كلمه طيبه في حقي، كنشكرها بزاف، وغنحاول ندير ما في جهدي ان شاء الله باش نوصل لكم. بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه لاي وحده بغات تعلم الخياطه، اول حاجه كنشكركم بزاف بزاف من القلب صراحه. الكلمات ديالكم والكومونتير ديالكم كيزيدوا يحفزوني. اول حاجه بالنسبه لهنا، انا غنشارك معكم الطوق ديال البيجامه باش ما نطولش عليكم الفيديو. من بعد ما فصلتها، كل دائري عادي اللي كنهبط فيه بعشرة سنتيم وكندير فيه واحد الفتيحه، كناخذ الدونتيل ديالي دائما على الوجه ديالك، لان الدونتيل راه عنده جوج ديال الوجوه. الوجه ديالو اللي كيكون فيه البريو هو اللي كنخدم عليه. كناخذ الكول ديالي، بالنسبه للكول دائري دائما كنشرب في الخدمه ديالي، سواء كانت عندي سفيفه ولا كان عندي الدونتيل، اي خدمه وحتى في الدوره العاديه بلا سفيفه بلا دونتيل كنحاول انني ندور مع الكول ديالي وهو مرخوف. ما نحاولش انني نجبد التوب ديالي باش ملي كنسالي الخدمه كيجيني الكول في الحجم ديالو اللي فصلته في الاول. بالنسبه لهنا كنهبط مع الخط اللي كنكون انا تراسيته قبل باش كتجيني الخدمه مضبوطه. كنتراسي واحد الخط صافي وكنهبط به مع الخياطه. بالنسبه لهاد التقبيصه اللي كتكون هنايا، داك المثلث كما لاحظتوا، كندور للجهه الاخرى ودائما كنبوانتي البرا ديالي باش ما يهربلش ليا الخدمه، وكنكمل الخدمه ديالي بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. طريقه سهله ان شاء الله الرحمن الرحيم. غندير لكم درس خاص للمبتدئات بالطريقه ديال التثليث ديال السفيفه ولا ديال الدونتيل ولا اي موديل كما كان. ان شاء الله نشارك معكم جميع الطرق ديال الكول الدائري والكول في جميع الخدمه ديالهم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. صافي هنايا كنوصل ديك التقنيته، دائما كنبوانتي البرا ديالي باش ما كتهربش ليا الخدمه، كتبقى لي في الشكل ديالها. صافي وكنكمل الخياطه ديالي بهذا الشكل، دائما نشرب في الدوره ديال العنق، كنحاول انني التوب نرخفه وندفع شويه الدونتيل. بالنسبه لهذا الموديل صراحه جا زوين مع هذا اللون صفر، طلعت بيجامه زوينه بزاف. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم البيجامات اللي خدمتها، نحط لكم فيديو خاص فيه الموديلات اللي خيطت في هذا العيد هذا. صافي هنا كنرجع ندور على الدونتيل ديالي بالخياطه باش كنثبتو. صافي وكندور وكنرجع نطلع مع الدونتيل ديالي بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله بالنسبه للمبتدئات، يجربوا الطريقه ودائما يبوانتيو البرا ديالهم في القناه باش كطاوعهم الخدمه وكتبقى الخدمه شاده بلاصتها. بالنسبه لهنا غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال لي بابيون اللي درت الحجم ديالهم 6 سنتيم في العرض، والتوب كان مطوي عندي على جوج، وفي الطول ديالهم تقريبا 12 سنتيم. صافي وكنطوي التوب ديالي بهذه الطريقه، وكنجي للقنيه وكنخيط، والجهه الاخرى كنخليها مفتوحه هي اللي كنفيني فيها كما لاحظتوا. كنخلي هذه الجهه محلوله صافي، وكنقلب التوب ديالي وكنخرج داك القنيتات بطرنوفيس ولا اي بياسه كانت حداكم كتخدموا بها ولا مقاس ولا ستيلو. صافي وكنحاول ندخل داك التوب ديالي للداخل باش كنفيني بهذه الطريقه، كتجي واحد الطريقه سهله كما لاحظتوا. كنحاول انني نقادها عفوا وكنخدم بهذه الطريقه. انا هنايا كنت خدمت جوج البابيو وهذه الثالثه شاركتها معكم. صافي كنحاول نخرج داك القنيتات بهذا الشكل، وغادي نجيب واحد القطعه اخرى اللي الطول ديالها تقريبا 20 سنتيم ولا اقل، ماشي مشكله بقات لكم الزياده كتحيدوها. وكنطوي بهذا الشكل هذا وكنخيط باش هو اللي كيشد ليا لي بابيو. البنات راه الدوام في الخدمه وفي الخياطه والتطبيق راه هو اللي يعلمكم اي حاجه. التطبيق دائما نطبقوا الحاجه الا بغينا نتعلموا ليها، نطبقوها في بياسه صغيره ولا في قطعه ديال التوب، وان شاء الله غادي تقدروا انكم تخدموها بكل سهوله.
كما لاحظتوا كنجيب داك القطعه ديالي او داك الشريط اللي خيطته صافي، وكندوروا على البابيو وكان فينه الداخل كما لاحظتوا بهذا الشكل صافي، وكندوز عليه الخياطه مزيان. كنحاول اني نقاد القنيطه ديال البابيو باش يجي مني في البلاصه ديالهم، وكندير لا غيطمو وكنخيط كنسد الخدمه مزيان باش ما يتحلوش صافي، وكنقطع داك الزياده اللي بقات بهذا الشكل، وداك الزياده ديال الثوب هي اللي كنديرها من التحت صافي، ملي كنديرها على البابيو ما كتجيش باينه. البنات راه كنكون كنخدم كتدخل عندي شي وحده صافي، كنوقف التصوير وكنرجع نكمل. ما كرهتش نشارك معكم جميع الموديلات اللي خدمت، ولكن الغالب الله صافي. كما لاحظتوا هذه بابيو كنجيبهم وكنحاول انني نخدمهم على الدونتيل، وداك الخياطه اللي خيطت اللي بقات لي هي اللي كنحطها لتحت وكنعاود عليها الخدمه كما لاحظتوا، كنقادها مزيان كنديرها من الجهه ديال الدونتيل ما كتجيش باينه بهذا الشكل هذا. كندوز لاغيطمو كندير خدمه مسدوده مزيان باش ما تحلش صافي، غير في الوسط كنخيط ما كنخيطش الجناب ديالهم وكنخليهم صافي. كندير واحد المسافه اللي القياس ديالها تقريبا 12 سنتيم، كنقسمها على ثلاثه داك الدونتيل ديالي باش كندير ثلاثه ديال لي بابيو كيجيو خفافين، ما كيجيوش ما نكثرش من لي بابيو باش يجيني الخدمه زوينه ويجي الشكل ديالها في المنظر ديالو خفيف. انا كنكون ساليت الطوق ديالي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نحاول انني نزيد عليه التزيينات. عندي هاد الحجيرات هادو اللي كيلصقوا بهاد البيستولي ديال الضوء، الحجيرات اللي كيكون فيهم الكولا صافي. كنشعل البيستولي ديالي وكنحاول انني ندير الشكل اللي بغيت في داك لي بابيون ولا نحطهم على الدونتيل بهذا الشكل هذا صافي، وكنكمل التزيين ديال البيجامه ديالي. اي شكل حبيته كندير داك الحجيرات الشكل اللي بغيت، نديرهم على شكل وريضات، نديرهم على شكل مثلث صافي، وكنلصقهم داك البيستولي كيكون شاعل وكنبقى نلصق فيه حتى كتسخن داك الحجيره صافي، وكتذوب وكتلصق. بالنسبه لهاد البيستولي الثمن ديالو راه ما غاليش، وكينفع بزاف في التزيين ديال الكسيوات وديال البيجامات. اي موديل حبيتو تخدموا به راكم كتستعملوه صافي. بالنسبه هنا كنبقى حاطه يدي على البيستولي باش كدوب داك العقيقه مزيان وكتلصق، وخا تصبنوها راه ما كيزولش. بالنسبه لهنا انا اكتفيت بالتزيين بهذه الطريقه هذه غير لي بابيون، ما درتش في الدونتيل، كيكون هذا هو الشكل ديالها. ما شاركتش معكم التطرق ديالها، حاولت انني نشارك معكم غير الموديل باش يجي الفيديو خفيف. وكنشكركم على المتابعه، وشكرا الناس اللي كيخليوا لي كومونتير زوينه، وشكرا الناس اللي انضموا للقناه، وفيديو اخر ان شاء الله.